أهلا بكم مشاهدين مرة أخرى. أعلنت السلطات المغربية تفكيك خلية إرهابية من 6 أفراد يشتبه في موالاتهم لتنظيم داعش الإرهابي وتخطيطهم للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة. وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 6 عناصر يتبنون الفكر المتطرف. وأوضح البيان أن الأبحاث الدولية تفيد بأن الموقوفين والين لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي خططوا للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة تمهيدا لإعلان ولاية تابعة للتنظيم المتطرف. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيد عصام الكاشف، الكاتب المتخصص في الشؤون العربية. سيد عصام، أرحب بك. أهلاً وسهلاً. نعم، دعني أبدأ معك مما انتهى الخبر إليه، وهو أن هذه الخلية تعمل على التخطيط للقيام بأعمال إرهابية داخل المملكة تمهيداً لإعلان ولاية تابعة للتنظيم المتطرف. تعليقك السيد عصام. بداية دعينا نحيي الأجهزة الأمنية في المملكة المغربية نظراً لما تتمتع به من كفاءة عالية في العمل والأداء، وأيضا النشاط الاستخباراتي والمعلوماتي الذي يتم التبادل بين القوات الأمنية في المملكة والدول المشاطئة في الاتحاد الأوروبي للبحر المتوسط لتبادل المعلومات حول نشاط وتحركات العناصر الراديكالية التي تسعى إلى إعلان تنظيم داعش في المملكة المغربية. كما سبق وأن أشرت بأن أجهزة الأمن توفرت لديها المعلومات وتم التنسيق ونشر قوات في 3 مدن تمشيط هذه العناصر، ولكن مع التفكيك هذه الخلية التي تضم 6 عناصر إرهابية نؤكد بأن هناك عناصر لم يتم الكشف عنها بعد، وهي العناصر الدعم والدعم اللوجستي والدعم الفني الذي تقدم لهذه العناصر المولى وأيضا سرعة التنقل والتحرك بين المدن الثلاث. إذا هناك عناصر أخرى لم يتم كشف النقاب عنها حفظا على سلامة والتحقيقات والإجراءات القانونية التي تتبعها القوات الأمن المغربية في هذا الضبط. ولكن التوقيت الذي تم الإعلان فيه ده هام جدا، لأن خلال 30 يوم فقط سبق وأن أعلنت المملكة عن تفكيك خلية إرهابية أيضا بنفس المستوى وبنفس المجموعة التشكيل، ولكن العدد كان أكبر قليلا. أيضا يتزامن ذلك مع إطلاق الرئيس راجب طيب أردوغان الرئيس التركي الذي يدعم الإرهاب في المنطقة فتح الحدود أمام العناصر الإرهابية للانطلاق والتنقل إلى دولها حتى يتم دعم وتوسع نشاط هذه العناصر. هذه نقطة مهمة سيد عصام، لأني أتحدث فيها معك يعني بشكل أكثر تفصيلا. فكرة انتشار الإرهاب في الشرق الأوسط وفي أفريقيا تحديدا، يعني هذا الإرهاب مدعوم من تركيا تحديدا، وأيضا يتم عادة الحديث عن هذا الملف أو التلويح والتهديد إذا صح القول من قبل تركيا فيما يتعلق بفكرة انتشار الإرهاب، وآخرها نسمع عن المغرب فيما يتعلق بتفكيك عدد من الخلايا الإرهابية. فيما يتعلق بنشاط أردوغان لدعم الإرهاب، هو يريد أن يتخلص قدر الإمكان من العناصر الراديكالية والإرهابية التي كان يحتضنها على الحدود التركية السورية، وكان يستخدمها بين الحين والآخر في الأراضي السورية. أصبح الآن يتم نقل هذه العناصر إلى دول شمال إفريقيا بعد أن يعني أخذ أكثر من صفعة من كل من تونس والجزائر وأيضا ليبيا بشأن احتضان هذه العناصر.
العناصر الإرهابية لا يوجد إلا ما يسمى بالمجلس الانتقالي الرئاسي في ليبيا في طرابلس. نعم. هو الذي يدعم هذا النشاط ويستجيب لتحركات هذه ويمكن البعض بين الحين والآخر من التسريب عبر الحدود إلى كل من تونس والجزائر والمغرب حتى يتم نشر هذا الوباء الإرهابي في دول المغرب العربي. وأنا بعتبر أن يعني ما يحدث على الأرض في ليبيا والاتفاق الذي تم اليوم في جنيف بدعم الهدنة بشكل هش إلى بشكل مستمر على الأراضي الليبية سوف تنطلق الذئاب المنفردة قدر الإمكان وتحاول أن تهرب عبر الحدود إلى دول المغرب العربي. وصلت صورة. كنت ضيفي عبر الهاتف سيد عصام الكاشف الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية، شكرا جزيلا لك.